السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. الله يعطيك وعليكم السلام دكتور. الله يعطيك العافية. كيف إن شاء الله الأمور ماشية معكم؟ ديروا الحمد لله ماشي دكتور. ديروا بالكم على صحتكم يا شباب. والله الوضع صار يخوف، استهترنا حتى وقعنا بشر أفعالنا. يعني الوضع والله امبارح 6000 حالة كان عندنا بالأردن، والوفيات كثير كثير مرتفعة. فكل واحد مننا يكون حريص على نفسه وعلى الناس اللي حوله وعلى الناس. الله يستر الله يستر. في لكم أي استفسار يا شباب على المادة السابقة؟ طيبة، في لكم أي استفسار؟ بس هيك دقيقة وبعدين نبدأ إن شاء الله. في عندي 5 طلاب خريجين، أحمد علي عبد العزيز مرهون خريج، وعبد الله الزكارني خريج، وغسان العلبي، ومصطفى الكاظمي، وسعيد أمجد زيدان. هذول 5 خريجين، الله يرضى عليكم شباب. والله الخريج يعني بحب انه يتخرج ويكون مبسوط، واهله يكونوا بيستعدوا لفرحته، وبالفعل تتم الفرحه. بس يعني ساعدوني الخريج. صحيح بتعامل معاه معامله خاصه، بس اذا هو دار باله على حاله، يعني يدفعني يحط حاله قريب جدا من الباب، من باب النجاح، لا يحط حاله، لا يحطش حاله بعيد، ماشي. والامور ان شاء الله سهله ان شاء الله. يعني اذا بتتابعوا يعني النوتس بتقرأوها مرة ومرتين، بتعاودوا الاكزامبلز الموجودة فيها، فالأمور سهلة عليكم إن شاء الله تعالى. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلوا. دكتور أنت ضيفنا على مايكروسوفت تيمز ولا بس لينكس بتنزل؟ لا، أنا الريكوردينج موجودة على الشات يا شباب، يعني الريكوردز موجودة على الشات. لأنه إحنا عندي على الليرنينج بس نبين عندي لينك للمحاضرات. وتيمز مش محطوط أنا ومجموعة ناس يعني. لا موجودين هسا، انتم مش موجودين هسا معايا؟ مين هسا موجود معايا؟ لا هلا انت حطيتنا لينك على الاي ليرنينج واحنا فتحناك بس نفوتنا على المحاضره. بس انا في الفصل الماضي مثلا كنت تفتح على مايكروسوفت تيمز نفسه. لا، الفصل الماضي كنت على زوم يا شباب. بيختلف الوضع. كنت على زوم الفصل الماضي، ما كنت على مايكروسوفت تيمز. تمام. يعني زوم، بس كان زوم فيها شويه مشاكل، ان شاء الله هذا الاقيه يعني احسن من زوم. طيب يا شباب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن هاي آخر شيء وصلنا يا شباب عند، إذا كنت بعرف اللابلاس بروبرتيز، إذا كنت بعرف اللابلاس ترانسفورم للأف اوف تي، إذا كانت أف اوف أس، إيش اللابلاس ترانسفورم للأف اوف تي ضربته بإكسبوننشال، فشفناها هيوت، يعني حاولت أعطيكم إياها لأن درسينها أنتم بالسيجنال. لابلاس ترانسفورم إذا كان بعمل شيفت هاي، إذا كان اف اوف اس الاف اوف تي، فالاكسبوننشال اي ماينس الفا تي اف اوف تي راح يكون اف اوف اس بلس الفا. يعني قلت لكم هنا فقط اللي اهتميت فيه بالكنترول اللي هو سنجل سايدد لابلاس ترانسفورم، الدبل سايد وغيره، والريجن وافترض الريجن كونفرجنس اكزيست دائما، ما فيش عندي مشكله. ما بديش ادخل بالديتيلز تبع اللابلاس ترانسفورم. فاذا كان عندي هاي الساين ويف يا شباب كلياته للتايم البوزيتيف تايم فانكشنز، يعني كان الفانكشن مضروبه ايش بيو اف تي، اليو اف تي ده ستيف فانكشن، يعني فانكشن ديفايند فور تي جريتر ذان زيرو، فلابلاس ترانسفورم لساين اوميجا تي يو اف تي يساوي اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع اف اوف اس. اذا ضربت شايفين، اذا بعرف اللابلاس الاف الان، لابلاس للساين ملتبلايد باي اكسبوننشال نفسه الاف اوف اس بس شيفت باي 3. اوكي، هاي شيفت باي 3. لذلك لو كان في عندي اللابلاس ترانسفورم للكوساين اس على اس تربيع زائد 4، فاللابلاس ترانسفورم للاكسبوننشال في الكوساين نعمل ايش هاي. فهاي هاي كثير راح تمر معنا البروبرتيز يا شباب. اللابلاس انفرس اف اوف اس بلس الفا يساوي اي ماينس الفا تي لابلاس انفرس، ده هو لابلاس انفرس اف اوف تي اف اوف اس، واللي هي يساوي لا اي ماينس الفا تي اف اوف تي. هاي كثير لانه راح يكون عندي معظم الكنترول سيستمز فيها اوسيليشنز، ففي اكسبوننشال ملتبلايد باي ساين ويف. فاذا كان اللابلاس ترانسفورم الان، الاخر شيء كان بيني وبينكم، اذا كان اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي يساوي اف اوف اس، وات از لابلاس ترانسفورم فور تي ملتبلايد باي اف اوف تي، تي اف اوف تي، يعني اذا كان ملتبلايد باي تي، فشفناها اذا كان ملتبلايد باي تي هاي كان الفانكشن فيها اللي هو راح يكون ايش شباب،
هيوتو اذا كان لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي يساوي اف اوف اس، فهاي باي ديفينيشن هاي ستاندرد ديفينيشن اللي هي العباره عن الانتجرال فروم 0 تو انفينيتي اف اوف تي اي ماينس اس تي دي تي. حطيت لكم الشباب الليست اوف نيمز حطيتها لكم شفتوها بجوز على الاي ليرنينج شفتوها، فمشان كل واحد منكم يحفظ واضح مش عشان اذا اي طالب بده يحكي معي يقول لي انا فلان اللي رقمي كذا عشان يسهل علي اعطوه اطلع على اسمه هون عندي. فيا شباب دي اف على دي اس هي الان كيف بدي اجد اللابلاس ترانسفورم لتي اف اوف تي؟ اللابلاس ترانسفورم لتي اف اوف تي كاني بعمل بعمل ديريفاتيف للاف اوف اس وذ ريسبكت تو الدي وذ ريسبكت تو اس، فدي على دي اس الانتجرال فروم 0 تو انفينيتي يوتا خام بالديريفاتيف لهاي. الان لاحظوا الاس انسايد ذا انتجرال از ا كونستانت لان انتجرال وذ ريسبكت تو تي، لذلك بقدر اعمل انترتشينج بين الديريفاتيف اوبريشر الديريفاتيف اوبريتر والانتجرال اوبريتر. الاوبريشنز هذول تو اوبريشن بقدر اعمل الان اول شيء الانتجرال بعدين اول شيء بعد الديريفاتيف بعدين الانتجرال. فلو دخلت جواتها هاي فقط فانكشن اوف اس فدي اي ماينس اس تي وذ ريسبكت تو اس ايش راح يكون ماينس تي في E minus ST F of T، فهي بصير بطريقة هاي. فكأنه صار عندي يا شباب إيش الدي لابلاس ترانسفورم لT F of T يساوي minus D F of S على DS. يعني إذا بعرف ال F of S إذا بعرف اللابلاس ترانسفورم للF of T هاي معنى الكلام، بقدر أعرف اللابلاس ترانسفورم لT F of T وبقدر أعرف اللابلاس ترانسفورم T to the power N of T. الN positive integer طبعا الN ممكن تكون non positive integer بس مش موضوعنا الآن، هاي بالديتيلز إذا بتتعمق باللابلاس ترانسفورم بصير في عندي إيش اسمه جاما فانكشن. فهاي بصير لابلاس ترانسفورم لT to the power N F of T الN positive integer راح يكون minus 1 to the power N D N الNth derivative للF of S where N is positive integer. أوكي الN is a positive integer، فهاي خطوا هاي برضو بالسيجنال. لذلك لو كان فاند اللابلاس ترانسفورم لتي اي ماينس الفا تي يو اف تي بنعرف هاي التي انساها، اللابلاس ترانسفورم لاي ماينس الفا تي يو اف تي يساوي ايش هيوتا، فالتي بتستخدم هاي ماينس دي على دي اس اف اوف اس هيوتا اللي هو 1 اوفر اس بلس الفا يساوي 1 اوفر اس بلس الفا تربيع. اوكي 1 اوفر اس يعني الان معنى الكلام اذا كنت بعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي بقدر اعرف اللابلاس ترانسفورم لتي اف اوف تي تي سكويرد اف اوف تي وغيره هاي يوتا باي تيك ديريفاتيف. نعم نعم شباب اسال دكتور بس يعني اللابلاس للمشتقه بحط معها المتغير يعني مثلا هون تي لا هو شوف هاي اطلع عليها هون شايف يوتا لابلاس ترانسفورم تي دي تي بور ان اف اوف تي انا بعرف اللابلاس ترانسفورم الاف اوف تي اف اوف اس شو باجي هون انسى الكلام ماينس 1 تو دي باور ان هاي باخذ الانث ديريفاتيف للاف اوف اس وير الاف اوف اس اللي هي لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي فقط هاي اللي باخذها بكون اوجدت اللابلاس ترانسفورم لسمثينج ملتبلايد باي تي يعني تي تو دي باور اف اوف تي اللي هي يساوي ماينس ماينس دي على دي اس اف اوف اس وير اف اوف اس لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي تمام هاي من هون هاي الديريفيشن هيوتا هاي درسناها بالسيجنال هاي الديريفيشن فلذلك هنا الان بعرف اللابلاس ترانسفورم للاكسبوننشال اي ماينس الفا تي يو اف تي اللي هو لابلاس ترانسفورم تبعها 1 اوفر اس بلس الفا الان التي بطبق هاي العلاقه ماينس دي على اس اف اوف اس سيتا شافوا صارت 1 اوفر اس بلس الفا تربيع يعني اذا بنعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي بقدر اعرف اللابلاس ترانسفورم للتي اف اوف تي تي سكويرد اف اوف تي وغير كلياته هاي من خلال هاي العلاقه هاي راح تمر معنا في لحظه من اللحظات في لو يكون انبوت للكنترول سيستم الان الريال ديفرنشيشن ثيورم يعني كيف الان اذا بعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي وات از لابلاس ترانسفورم للدي اف على دي تي الان شو اللابلاس ترانسفورم للفيرست ديريفاتيف والسكند ديريفاتيف وغيره اوكي يعني هنا اذا عرفت اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي الاف اوف اس عرفت اللابلاس ترانسفورم للتي اف اوف تي تي سكويرد اذا بعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي اللي هو اف اوف اس شو اللابلاس ترانسفورم للديريفاتيف اوف اف اوف تي للديريفاتيف اوف اف اوف تي فهي لابلاس ترانسفورم للديريفاتيف اوف تي يساوي الانتجرال فروم 0 تو انفينيتي دي اف على دي تي اي ماينس اس تي دي تي مزبوط هاي باي ديفينيشن لان كانه دي تي مع دي تي بتروح فبصير لابلاس ترانسفورم لدي اف على دي تي يساوي انتجرال الديفرنشال اوف دي اف اوف تي في اي ماينس اس تي وهذا يساوي الان هاي لو شفتوها باي بارتس هاي بقدر اشتقها باي بالاجزاء ف
بتعرفوا integral from u integral from a to b u dv يساوي u v computed at a and b minus integral v du. فهاي by integration by parts راح يكون s f of s minus f of zero. اوكي هاي. إذا لابلاس ترانسفورم لدي اف على دي تي راح يكون s f of s minus f of zero. شايفين هاي ال f of zero، هاي ال f of zero اللي قلنا عنها لأنه لابلاس ترانسفورم هون بستخدمه بالكنترول سيستم، لأنه بيعطيني مين؟ بيعطيني ال natural response. ال natural response اوكي، ال natural response أو ال transient response بلغة الكنترول بيعطيني إياه، لأنه هي بحتاج f of zero. بينما هاي لو كنت بستخدم بالفوريير ترانسفورم شو راح يكون؟ راح يطلع عندي ا جي اوميجا اف اوف جي اوميجا، او الاف اوف زيرو مش راح تكون موجوده. لذلك هاي الديريفاتيف راح يكون، اذا بعرف الفير لابلاس ترانسفورم الاف اوف تي اللي هو اف اوف اس، بعرف على طول الديريفاتيف له اللي هو اس في اف اوف اس اللي هون ماينس اف اوف زيرو. الاف اوف زيرو اللي هي الفاليو اوف اف اوف تي ات تي ايكوال تو زيرو. السكند ديريفاتيف نفس الكلام يا شباب، يساوي S تربيع F of S minus S F of 0 minus F dot of 0، where F of 0 يساوي F of T at T equal to 0 و F dot of 0 يساوي DF على DT at T equal to 0، وهكذا بروح للثير derivative وغيره. يعني هاي يعني كأنه multiplication by S يا شباب، multiplication by S كأنها إيش بتكون؟ بتاخذني وين على derivative. multiplication by S بتاخذني على derivative. فإذا بعرف Laplace transform F of T يساوي F of S، then Laplace transform DF على DT يساوي S F of S minus F of 0، S F of S minus F of 0. والسكند ديريفاتيف وهكذا. يعني لكلياتهم بكون عرفت Laplace transform لهم كلهم. اوكي فهاي طيب الآن ظل هاي اخذت الديفرنشيشن، الان ناخذ الانتجريشن شباب. هاي ناخذ الانتجريشن. فاذا كنت انا بدي اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي يساوي اف اوف اس، وات از لابلاس ترانسفورم للانتجرال اوف اف اوف تي؟ هاي الانتجرال فروم 0 تو تي اف اوف تاو دي تاو، برضه هاي البروبرتي هاي درستوها. الان اذا بعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي اف اوف اس، وات از لابلاس ترانسفورم اوف ذيس فانكشن؟ هاي الان هاي فرضت مثلا G of T يساوي integral from 0 to T F of T F of tau D tau. اوكي اخذ derivative لها شباب، هاي DG على DT يساوي F of T. بتعرفوا كيف تعملوا integration؟ هاي حاط لكم الليبنز رول، الليبنز رول هاي حاط لكم اياها يا شباب. كيف نعمل؟ اذا كان F of T يساوي integral from alpha of T لبيتا of T G T tau D tau. الان لو طلب منكم هاي راح تكون تاو تروح، مزبوط راح يكون اللي يطلع هون كلياته اف اوف، اللي يطلع فانكشن اوف تايم. لو قال دي اف على دي تي، دي اف على دي تي هاي اللي بنستير بكالكولس 1 موجوده هاي، يساوي شايفين يساوي هاي كيف عمل انتجريشن لهذا. اذا كان حتى الليمس اوف ذا انتجرال فانكشن اوف تايم اوكي، يساوي الانتجرال فروم الفا اوف تي لبيتا اوف تي دي جي على دي تي فانكشن اوف تي زائد جي تي بعوض بيتا اوف تي، بعدين بضرب بالديريفاتيف لبيتا اوف تي ماينس جي تي الفا اوف تي في الديريفاتيف للالفا دي تي. اوكي هاي ليبنز ثيرم هاي موجوده بكالكولس 1 يا شباب، اطبقها هون فقط. عندي هاي اول شيء الجوات الانتجرال من نوت فانكشن اوف تي، لذلك الفيرست تيرم راح. السكند تيرم هي تو اف اوف تي دي تي على دي تي ايكوال تو 1، هي صار دي جي على دي تي ايكوال تو اف اوف تي. اوكي وبالتالي قبل شويه شفناها اللابلاس ترانسفورم لدي جي على دي تي يساوي اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي. فاللابلاس ترانسفورم لدي جي يساوي اس في اللابلاس ترانسفورم للجي سميته جي اوف اس ماينس جي اوف 0 يساوي اف اوف اس. مش هيك؟ ايوه هاي الديفرنشال ايكويشن اللابلاس ترانسفورم تبعها راح يكون اس لابلاس ترانسفورم للجي سميته جي اوف اس ماينس جي اوف 0 مش هيك؟ يساوي اف اوف اس. كم تساوي الجي اوف 0؟ عوضوا هون بدل تي ايكوال تو 0 بصير جي 0 يساوي الانتجرال فروم 0 تو 0، لذلك الجي اوف 0 ايكوال تو 0، وبالتالي الجي اوف اس يساوي اف اوف اس اوفر اس. لذلك هاي الجي اوف 0 ايكوال تو 0 والجي اوف اس ايكوال تو اس. فلذلك اذا كنت بعرف اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي يساوي اف اوف اس، then the Laplace transform of the integral of from 0 to t للاف اوف تاو دي تاو راح يكون اف اوف اس ديفايدد باي اس. F of S divided by S. لاحظوا بالintegration كنت بالdifferentiation كنت أضرب بس، بالintegration بقسم على S. أوكي بقسم على S. وبالتالي لو أعطاك example قال لك شو الـ Laplace transform
للانتجرال from 0 to t 0 to tau f of theta d theta d tau راح يكون يساوي f of s لابلاس ترانسفورم f of t يساوي f of s divided by s تربيع. اوكي هاي هون divided one integral s double integral s تربيع وهكذا third integral وغيره. اذا لاحظوا 1 over s 1 over s كانها تعني بالtime domain integration و s كانها تعني بالtime domain differentiation. differentiation هناك بحتاج اللابلاس بحتاج الانيشال بحتاج الانيشال كونديشن. اوكي فهي ظلها ببالكم 1 over s integration و s اللي هي عباره عن differentiation والاس عباره عن differentiation لانه شفنا اللابلاس ترانسفورم لدي اف على دي تي يساوي s لابلاس ترانسفورم لاف اوف تي ماينس اف اوف 0 واللابلاس ترانسفورم للانتجرال اوف اف اوف تي يساوي اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي ديفايدد باي ديفايدد باي اس. واخر شيء شباب وهو اللي خلى الناس اللي خلاهم زمان يروحوا يطلعوا من التايم دومين للفريكوانسي دومين اللي هو الكونفوليوشن اللي هو اللابلاس ترانسفورم للاف اوف تي اف الكونفولف وذ اف 1 اوف تي كونفولف وذ اف 2 اوف تي يساوي اللابلاس ترانسفورم للاف اللابلاس ترانسفورم للاف 1 اوف تي اللي سميته اف 1 اوف اس ملتبلايد باي اف 2 باي ذا لابلاس ترانسفورم اف 2 اوف تي اللي هي اف 2 اوف اس. يعني هاي الشيء اللي خلى اللي هون سهلت الامور الشباب الكونفوليوشن صعب شفتوا بالسيجنال لما ضلينا بالكونفوليوشن كانت الامور بدها تكون دقيق جدا اما لو تروح بالاس دومين بدل كونفوليوشن بصير مالتيبليكيشن بعدين ترجع تعمل لابلاس انفرس لابلاس انفرس بتجيبه بالتايم دومين فهي الكونفوليوشن شباب انه الاف اوف 1 اوف تي كونفولف وذ اف اوف تي اوف تي لابلاس تبعهم يساوي لابلاس ترانسفورم للاول ملتبلايد باي ذا لابلاس ترانسفورم للثاني اوكي ملتبلايد باي ذا لابلاس ترانسفورم للثاني الان اذا بدك تجيب نتيجه الكونفوليوشن اعمل لابلاس انفرس لاف 1 اوف اس ملتبلايد باي اف 2 اوف اس بتكون جبت نتيجه الكونفوليوشن فهيك ايسر واسهل ما تظلك جوات الكونفوليوشن دومين اسهل ما تظلك جوات الكونفوليوشن دومين الآن هاي المادة الثانية شباب بعد ما شفنا اللابلاس بعد ما شفنا اللابلاس بروبرتيز كلياتها نشوف الآن اللابلاس انفرس اوكي نشوف اللابلاس انفرس اوكي طيب لو سألت مثلا بدي أسأل طيب واحد من الطلاب بدي أسأل عبد الله الزكارنة عبد الله جاوبني عبد الله يا عبد الله الآن لابلاس ترانسفورم لابلاس ترانسفورم لو كان في عندي لو كان في عندي S بلس 1 على S تربيع على S على S بلس 3 شو لابلاس ترانسفورم راح يكون له لابلاس انفرس S بلس 1 على S بلس 3 هذول مش لازم أفككهم نعم كيف بدنا نفككهم أول شيء اللي هي أنا ناسي اسم القاعدة بس بتصير A على S و B على S بلس اللي هو هاي بسميها البارشال فراكشن مظبوط هاي بسميها البارشل طيب اذا كان درجه البسط يساوي درجه المقام يا عبد الله شو كان يطلع عندي اذا كان لو كنت هاي درسناها درستوها بالمدرسه اذا كان درجه البسط يساوي درجه المقام كيف كنت تعمل البارشل فراكشن او لو قلت لكم مثلا اس بلس 1 على اس بلس 3 اف اوف انفينيتي لو من الاس ايكوال تو انفينيتي كم تساوي هاي والله هاي مش متذكرها دكتور لا بدي كل واحد انفينيتي دكتور الاصل المهم هي هسه بدي احط علامات عندي كل واحد من الاصل يكون ماسك ورقه وقلم واذا سالت سؤال هو حله الان اف اس بلس 1 على اس بلس 3 لو كانت الاس ليميت اوف ذس فانكشن اس اس جوز تو انفينيتي كم يساوي دكتور انفينيتي يساوي انفينيتي واحد ليش واحد عشان اس على اس من شيل ارقام زائد 3 زائد 1 من شيلهم نلغي اس مع اس كيف يعني مين اللي بيحكي معي اول شيء ماجد كمال رقم 49 اي ماجد رقمك 49 يا ماجد ليش كيف كيف عملت يا ماجد من ليميت انفينيتي بنشيل ارقام عشان القاعده بنشيل ارقام فيها ونقسم على بعض الاس على اس بصير عندنا واحد الليميت مين بيعطيني جاستيفيكيشن ثاني مثبتك جاستيفيكيشن ثاني انا بحكي لوبيتال البسط لوبيتال للمقام يعني اول شيء مين اللي اول شيء اللي بيحكي يقول لي رقمه بس 64 زياده الكيالي 64 فيش 64 زياده 30 34
زياد زياد هشام كيال لا يا زياد الجواب راح يطلع انفينيتي على انفينيتي فنوت ديتيرمينانت فانا باخذ لوبيتال وبقسم البسط على المقام فبتطلع أيوة. إز زائد واحد إز زائد ثلاث بأخذ هالوبيتال تطلع واحد على ثلاث بتطلع ثلث لا بتطلع إز زائد واحد إز زائد ثلاثة بتطلع لو بناخذ إذا طلعت شو إمتى اللي هو بتر بستخدمها إذا طلع عندي زيرو أوفر زيرو أو إنفينيتي أوفر إنفينيتي لأن عوضنا صار إنفينيتي بلس وان يساوي إنفينيتي على إنفينيتي بلس ثري يساوي إنفينيتي صارت الآن صار الاكسبريشن تلعبه اللي هو بتر صار الان شو اللي هو بتر قال اشتق المقام على مشتقة البسط وذ ريسبكت تو اس مشتقة المقام بتصير واحد ومشتقة البسط بتصير واحد فلذلك راح يكون الليميت ايكوال وات ايكوال تو 1 طيب الان دكتور نعم دكتور هسه مش بقدر اقسم لما انت حكيت اس بلس 3 على اس بلس 1 مش بقدر دغري اقسم اس بلس 3 على اس بلس 1 ما بتقدر تقسم نعم ما بتقدر تقسم شو اسمك انت حمزة الزامل 26 حمزة بقدر أقسم إذا درجة السوداء درجة المقام بقسم بتطلع مع هاي القسم الطويل بسموها مزبوط هاي القسم الطويل بالضبط بتطلع واحد أيوة عرف التعليق ممتاز طيب خلينا نشوف يا شباب طيب هاي ما شاء الله عليكم عندكم الخلفية اللي بدي إياها الآن بدنا لابلاس إنفرس يوزينج البارشال فراكشنز لابلاس إنفرس يوزينج البارشال فراكشن فهي أخذت الآن أخذت عندي ال F of S يساوي N of S على D of S where N of S polynomial والdegree equal to M والD of S عبارة عن polynomial والdegree equal to N لاحظوا شباب كل الفيزيكال سيستمز الله اكبر يا مرحبا بك لا اله الا الله محمد رسول الله كل الفيزيكال سيستمز الشباب الفيزيكال سيستمز تعامل معهم راح تكون درجه المقام اكبر من درجه البسط يعني راح يكون ترانسفير فانكشن وذ ريال كوفيشنتس ودرجه المقام اقل يعني ان اكبر من ام راح يكون كل البوزيتيف وكل الريال الفيزيكال سيستمز لو بدي اجيب ترانسفير فانكشن لهم راح تكون درجه المقام اكبر من درجه البسط اوكي الان جريتر ذان ام فالان ناخذ هاي كيف بدي اعمل بارشال فراكشن فكيس نمبر 1 يا شباب ال n greater than m وهاي البولينوميال ال d of s يساوي s plus b1 s plus b2 افتخرها درجه ايش n s plus bn where ال pi not equal to pj where for i not يعني no repeated roots مش راح في roots تتكرر له هذا ما في roots تتكرر فبالتالي اذا كان ال n greater than m شباب بغض النظر شو راح تكون هاي شو راح تكون الـ N of S راح يكون الـ F بقدر أكتب الـ F of S بالفورم هذا تعلمتوه بالسيجنال الشباب الـ F of S يساوي 1 summation from 1 up to N KI على S plus BI where KI equal to F of S S plus BI when S equal to minus BI هاي partial fraction بشرط هاي الكيسة الـ N greater than M وما في عندي repeated roots إلها هاي ما فيها repeated roots كلياتين distinct roots مختلفين عن بعضهم مع no repeated roots يعني pi not equal to bj for i not equal to j then the f of s إذا تحت هاي الشرطين can be written in this form okay هاي i from 1 up to n ki على s plus bi where ki هيوته هاي residual theorem غير لها سلافة بالماثماتيك ودرسناها هاي الآن then f of t صار هاي ki constant يساوي ki e minus bit u of t شايفين هاي سهل الأمور سهل طالما ال n greater than m وما في عندي repeated roots طالما ال n greater than m وما في عندي repeated roots then f of t بهذا الفورم الآن case number 2 يا شباب هاي حسب أجي بأخذ examples عليها إذا كانت ال n equal to m إذا كانت الـ N equal to M هاي اللي حكى زميلكم اللي حكى عنها زميلكم حمزة زامل إذا كانت الـ N equal to M and PI not equal to BJ ما فيه for I not equal to J no repeated roots ما فيه لاحظوا كيف الـ partial fraction شو طلع الـ partial fraction هون طلع الـ partial fraction فيه إيش term ثاني شايفين هايوته F of infinity plus هاي الـ function هون ما كان شو لأن F of infinity لهاية إذا كانت الـ N greater than M الـ F of infinity equal to zero إذا كانت الـ N equal to M لا والله الـ F of infinity موجودة not equal to zero فهاية F of infinity plus هاي الصم الثاني اللي هو I from 1 up to N KI على S plus where KI equal to F of S نفس الكلام السابق الآن this is the هاي where and F of T الآن اللي بدي أعمل F of T لهاية لابلاس inverse لهاية شو راح يكون يساوي هاي F of infinity multiplied by delta of T شايفين F of infinity multiplied by delta T هاي لابلاس inverse constant زائد نفس الكلام السابق where KI يساوي هاي
الكلام. اوكي يا شباب. فالان اذا كان درجه البسط، اذا كان درجه المقام اكبر من درجه البسط، هاي اللابلاس انفرس نو ريبيتد روتس. اذا كان يساوي يضاف تيرم ثاني، يضاف تيرم ثاني اللي هو اف اوف انفينيتي، هاي مضاف التيرم الثاني. هسه في نيوميريكال اكزامبلز بنشوف عليهم كلياتهم ان شاء الله. طيب هاي شوفوا الان، هاي اعطاكم، هاي كاتب لكم اياها. نوت all physical systems have f of s with real coefficients and كل ال f of s real coefficients and ال n greater than m. اوكي، فهون الحل الاولى بقول f of s تساوي هاي Laplace inverse ل find Laplace inverse لل f of s where f of s يساوي s plus s plus 3 على s plus 1 s plus 2. هاي S plus 3 على S plus 1 S plus 2. الآن الـ N قديش تساوي 2، درجة المقام 2، درجة البسط 1، الـ B1 قديش يساوي ناقص 1 والـ B2 ناقص 2. إذا طبقت عليها الحالة الأولى الـ N greater than M وما في repeated roots، هاي ما يعني الـ minus 1 ما تكررتش ولا تكررت الـ minus 2، إذا no repeated roots. لذلك هاي بقدر أكتبها بالطريقة هاي F of S يساوي K1 على S plus 1 زائد K2 على S plus 2 where K1 يساوي f of s، مظبوط، مش كنا نقول f of s في s plus 1 بضل ايش s plus 3 على s plus 2 when s equal to minus 1 تطلع 2، و k2 يساوي نفس الكلام f of s في s plus 2 بيطلع s plus 3 على s plus 1 ويطلع equal what هنا minus، هاي بتطلع minus 1 يا شباب، هنا انا حاطه 1 هي بتطلع minus 1، هون كاتبها صحيحه بس هون كاتبها خطا، هنا 1 على minus 1 equal to minus 1. وبالتالي هاي صار عندي الاول اللي هو 2 على s plus 1 اللي بلس انفرس اللي هو 2 e minus t، والثاني minus 1 على s plus 2 e minus 2t u of t. اوكي، هاي this is the Laplace Laplace inverse، هاي اللابلاس انفرس. الان هاي الحاله الثانيه حاط لكم اكزامبل ثاني، شايفين شباب هنا s تربيع زائد 3 على s plus 1 s plus 2، هون ال n equal to m، شايفين، وما في ريبيتد روتس minus 1 minus 2 ما في ريب. اذا شو بده يطلع عندي f of s يساوي f of infinity زائد k1 على s plus 1 زائد k2 على s plus 2. اوكي، ال f of infinity ايش؟ اما بتاخذها بطريقه او بتاخذها الكوفيشنت الهايست اوردر هنا قديش؟ 1، والهايست اوردر هون راح يكون s تربيع 1 فبتطلع equal to 1، او بتعوض s equal to infinity. لو عوضت s equal to infinity شو بيطلع؟ infinity over infinity. اشتق مره ثانيه بيضل infinity over infinity، اشتق المره الثالثه المره الثانيه فبيطلع ايش عندي؟ بيطلع عندي f of infinity equal to 1، وk1 تطلع عندي 4 وk2 تساوي ناقص 7. k1 4 وk2 ناقص 7. يعني اعتقد اني ما بشرح شيء جديد عليكم، يعني كلياته مر معكم في السيجنال فما في عندكم مشكله فيه. اوكي يا شباب، واضح الامور؟ فهاي الان هاي الحاله، الحاله الاولى والحاله الثانيه، الحاله الاولى والحاله الثانيه. حتى الان ناخذ ايش؟ نون ريبيتد روتس، ما في ريبيتد روتس عندي، فبالتالي راح يكون عندي ال اللابلاس انفرس سهل هيته. فهاي راح يكون ذيس از دي، هاي طلعت عندي شايفين اف اوف اس يساوي 1، فراح يكون f of t Laplace inverse ل 1 delta t Laplace inverse ل 4 على s plus 1 4 e minus 2 minus t Laplace inverse راح يكون minus 7 over what over minus 7 e minus 2 t u of t. اوكي، الان الحاله الثالثه انه ال n greater than m، ال n greater than n وفي repeated roots، شايفين هاي في repeated roots bi bi equal to bj، هاي equal هنا في equal bi equal to bj for i not equal to j repeated roots، هاي repeated roots. فحط لكم example عليها مباشرة. فإذا كان هاي minus 1 واحد لحاله، هنا 2 قديش مكررة؟ q times q، ما q ممكن تكون 2 3 4 5 زي ما بدك. فلاحظوا كيف البارشل فراكشن السمبل بضل سمبل يا شباب، السمبل روتس المقصود فيه سمبل روتس انه وحيد ما بتكرر اكثر من مره، هاي سمبل روتس. الان الثانيه هاي ريبيتد روتس، لاحظوا بيتا 1 على اس بلس 2 بيتا 2 على اس بلس، بضلني ماشي حتى اصل ايش؟ بيتا كيو على اس بلس 2 تو ذا باور كيو، والكيو عباره عن بوزيتيف انتجر نمبر، بوزيتيف انتجر نمبر. فكي 1 يساوي f of s s plus 1 when s equal to minus 1، خلصت منها. الان البيتا، البيتا كيف بوجدها؟ زي ما هاي مرت معكم بالسيجنال الشباب، بيتا جي
اللي هو يساوي 1 over q minus j. شايف الـ q اللي هي multiplicity of the roots, multiplicity of the root q times q minus j factorial d q minus j على ds q minus j في s plus 2 to the power q f of s when s equal to minus 2 where i equal to أو j equal 1 up to the q. الآن إذا طلع عندي هيك لو تحطوا مثلا ال j equal to q, ال j equal to q, q minus q 0 factorial 0 1 q minus q هاي لو طلع 0 0 كأنه d to the power 0 على d s 0 كانت تساوي إيش f of s. هو في بيتها شغل هنا, هو بيتها شغل هاي يعني. هاي مش مرت معكم الشباب هاي بالسيجنال؟ هاي الاكسبريشن مر معكم بالسيجنال ولا ما مر؟ جاوبوني. محمد سفيان, محمد سفيان البله, محمد سفيان جاوبني. موجود محمد؟ مش موجود اليوم؟ طيب نورس, نورس القرآن, نورس مش موجود. نورس سعيد زيدان, سعيد يا سعيد حدا سامعني؟ اللي سامعني جاوبني يا نعم شباب. نعم دكتور. طيب سعيد, سعيد سامعني؟ مش موجود سعيد. طيب وجدان, طيب وجدان نوفل, وجدان سمعتني دكتور؟ نورس بعت لك دكتور, نورس بعت لك على الشات. شو وين ما في عنده ظرف معين؟ ما بعرف, هي ببعث على الشات بيعمل رايز هاند ما بعرف. انا مش شايف مش فاتح الا غير على الشاشه بس مشان الامور تكون واضحه. طيب الان هاي اللي اخذتوها الاكسبريشن هاي اخذتوها بالسيجنال شباب؟ ها مرت معاكم؟ مرت معاكم بالسيجنال يعني درست الفصل العام الماضي, درست انا والدكتور خالد والدكتور جهاد على درسنا الاكسبريشن هاي. اوكي طيب هاي اذا كان في عندي ريبيتد روتس يا شباب, اذا كان في عندي ريبيتد روتس فهاي بكون الاكسبريشن, وهيك بعمل هيك بعمل البارشال ريفراكشن. الان هاي معطيكم اكزامبل, هاي الاكزامبل معطيكم اياه. شو بقول لكم؟ بقول لكم اذا كان اف اوف اس يساوي 2 اس تو ذا باور 4 بلس اس تكعيب ماينس 2 اس على اس بلس 1 اس بلس 2 تو ذا باور 3. شايفين هاي في ريبيتد روتس. فلاحظوا درجة البسط تساوي درجة المقام 4 4, إذا في هذا التيرم هذا موجود. وبعدها بعمل هاي سمبل, هاي الآن هاي ريبيتد, هاي بيتا 1 على اس بلس 2, بيتا 2 على اس بلس 2 تربيع, بيتا 3 على اس بلس 2 تو ذا باور 3. أوكي اف اوف انفينيتي, عوضوا انفينيتي أو الهايست أوردر كوفشنت هون 2 والهايست أوردر كوفشنت هون راح يكون 1, فراح يكون اف اوف انفينيتي ايكوال تو 2. الكي 1 سهلة, اف اوف اس اس بلس 1 بانه السمبل روت هذا 3. البيتا 3 هيو البيتا 3 اخر وحده راح يكون اس تو ذا باور 3 تو ذا باور, ما في عندي ديفرنشيشن, واف اوف اس اس ماينس 2. الان بيتا 1 يساوي 1, هاي المالتيبلسيتي اوف ذا روت 3, 3 ناقص 1 فاكتوريال, وبعمل ديريفيتيف مرتين دي اس بلس 2 تو ذا باور اف اوف اس. الآن هاي بتختصر بتروح, بعمل differentiation مرتين بتطلع عندي ناقص 16. الآن بيتا 2 يساوي 1 over 3 minus 2 factorial, بتطلع factorial 1 1, بعمل differentiation مرة واحدة لهذا التين بتطلع 26. فبالتالي راح يطلع عندي f of s يساوي 2 زائد 3 على s plus 1 ناقص 16 على s plus 2 زائد 26 على s plus 2 تربيع ناقص 28 على s plus 2 to the power 3. اوكي فبالتالي هنا هسه حابب ادخل فيها شويه. فالترم الاول الشباب هذا ايش راح يكون؟ اللابلاس انفرس 2 لابلاس 2 دلتا. اللابلاس انفرس 3 على اس بلس 1 ايش راح تكون؟ 3 اي ماينس اي ماينس تي. اللابلاس انفرس ماينس 16 على اس بلس 2 ايش راح تكون؟ ناقص 16 اي ماينس 2 تي. ماشي, ظل عندي بدي اعمل لابلاس انفرس لمين؟ ل 26 على اس بلس 2 تربيع, واللابلاس انفرس لمين؟ لا الماينس 28 على اس بلس 2 تو ذا باور 3. هاي اس بلس 2 تو ذا باور اس بلس 2 تو ذا باور 3. فهي اللي شفناها اللابلاس انفرس لها, طلعوا عليها شباب. شوفوا هاي هنا كيف جبتها, هاي من وين, هاي كيف صارت معايا؟ هاي نورس احكي معايا اذا بتقدر تحكي معايا. نورس القرآن. ها دكتور معك. اي نورس كيف هاي اجت؟ سي نورس كيف صارت يابا؟ 26 على اس بلس 2 تو ذا باور 2.
طبقت من اي طبقت القاعده السابقه اف لابلاس انفرس اس لاف اس بلس الفا يساوي اي ماينس الفا تي لابلاس انفرس لاف اوف تي. فهون هاي في شيفت بالاس، طلعت الشيفت شايفين هيوتا هاي 26 طلعت الشيفت طلعتها صارت اي ماينس 2 تي لابلاس انفرس على ايش؟ 1 على اس تربيع. شايفين لابلاس انفرس 1 على اس تربيع، لا 1 على اس تربيع لابلاس انفرس تبعتها شو تساوي تي. هاي خلصت اوكي. فاذا كان عندي اس بلس 2 في شيفت على طول بطبق الفورم اللي اعطيتكم اياه سابقا اف اس بلس الفا لابلاس انفرس تبعها اي ماينس الفا تي لابلاس انفرس اف اوف اس، وهي طبقتها اي ماينس 2 تي وظل من 1 على اس بلس 2 تربيع ظل ايش؟ 1 على اس تربيع، 1 على اس تربيع لابلاس انفرس تبعها تي. الان نيجي على هاي نفس الكلام، هاي ناقص 28 خلصنا منها اي اس بلس 2 هاي الشيفت تايوتو اي ماينس 2 تي شو صفى عندي؟ 1 على اس تو ذا باور 3. شايفين؟ لابلاس انفرس 1 على اس تو ذا باور 3. بستخدم هاي العلاقه شايفين؟ لابلاس لابلاس ترانسفورم تي تو ذا باور ان يو اوف تي يساوي ايش؟ يساوي ان فاكتوريال على اس بلس ان تو ذا باور 1. اس بلس ان تو ذا باور 1 قديش يساوي؟ 3. إذا n تساوي 2، إذا n تساوي 2، إذا لذلك هاي لابلاس انفرس لهاي ايش يساوي؟ هاي الـ n قد تساوي 2، يساوي 1 على فاكتوريال هاي، 1 على فاكتوريال الـ n، 1 على فاكتوريال 2 2 2 to the power 2 u of t هيوت. شايفين هاي؟ 1 هاي من العلاقة اللي هنا، العلاقة اللي هنا. هاي الـ n، الـ n equal what؟ هاي n plus 1 equal to 3، إذا الـ n equal to 2. فهاي بطبقها، يساوي 1 على فاكتوريال 2 اللي هو 2. 2 to the power t u of t. اوكي؟ فبصير هاي كلياته هاي this is the Laplace Laplace inverse. This is the Laplace inverse. Laplace inverse. يعني في هاي راح تمر معنا الشباب لما يكون عندي critical damping. Critical damping. أفضل ما يمكن يكون السيستم اللي هو critical damping. في minimum settling time. Minimum settling time. مينيمم سيتلينج تايم. مثلا لو هسه لو سالتكم سؤال مثلا الدفاع المدني عندنا بالاردن شو اهم شغله عنده؟ شو اهم باراميتر عنده؟ اللي هو الوقت، مزبوط؟ يعني اذا اجى بده يروح على مكان معين اهم شغله يصل باسرع وقت ممكن. مش هيك؟ اللي هو راح نسميه هذا سيتلينج تايم. راح اذا بدي انظر للدفاع المدني على اساس انه كنترول سيستم فهو بده كريتيكال تايم، يصل ان مينيمم تايم، يصل للمكان المطلوب منه بده اسعاف. بده يقضي حاجة ناس، فلذلك راح أفضل ما يمكن إنه يكون إيش اللي هو الوقت اللي بيسأل عنه، ما بيسألش عن بيسألش إنه قديش بده يصرف بنزين، قديش بده يروح، ولا بيسأل إنه يصل بأسرع وقت ممكن. فهي راح يكون اسمها إيش عندنا بالكنترول سيستم اللي هي كريتيكال تايم. زي الإليفيتر، الإليفيتر نفس الشيء، يعني الإليفيتر عبارة عن بدك تروح من مكان لمكان أصلاً وجد مشان تو مينيمايز التايم، تو مينيمايز السيتلينج تايم. هاي هون حاط لكم اكزامبل ثاني يا شباب، لابلاس انفرس 1 على اس اس بلس 1 تو ذا باور 2. شايفين هاي راح تكون كي 1 على اس، هاي الاس هون سمبل روت، وهون في عند ريبيتد بيتا 1 على اس بلس 1 بيتا 2 على اس بلس 1 تربيع. فكي 1 راح يكون 1 اوفر وان اس ايكوال تو 0 بتطلع 1، بيتا 2 هاي بيتا 2 راح تكون ماينس 1، وبيتا 1 راح تكون عباره عن ماينس 1. فهي ذس از لابلاس انفرس، هاي اللابلاس انفرس. يعني بتوقع منكم يا شباب الان انه بتقدروا اب تو سكند اوردر ثيرد اوردر كيف ما كان شكله الان. بدي الان اذا اعطيتكم اف اوف اس بشكل عام اقول لك تقدر تتخيل ايش الفانكشن الجنرال فانكشن في التايم دومين، الجنرال فورم في التايم دومين تقدر تتخيل لي اياه الجنرال فورم في التايم دومين. فهاي مثلا على سبيل المثال لو كان عندي الفانكشنز with complex roots. الآن بس هاي بجوز على أساس راح تمر معنا كثير إذا كان في كيف بدي أعمل لابلاس إنفرس إذا كان عندي complex roots. شو معنى complex roots يا شباب؟ يعني شو معنى complex roots؟ دوم هاي تطلع عندي هاي شايفين هاي الروتس. إيه دكتور. S plus one plus real part وimaginary part. في. مثلا إنه صعب تحللها. لا هي شو عارفي يعني لو بالنسبة لكم يعني في السيستمز درستوا بالسيجنال مثلا ايجن فاليوز، مزبوط درستوا ايجن فاليوز اعتقد باللينير الجبرا درستوا الايجن فاليوز. نعم. فالسيستم بدك تعمل له كاركترايزيشن بتقول عنه بلغة الكنترول بتقول عنه البولز، وبلغة بتقول والله هذا السيستم له بولز هي البولز
او له ايجن فالوز. لو يكون في عندك كومبلكس، شو معنى كومبلكس يعني لما اقول لك والله هذا السيستم له ايجن فالوز كومبلكس بولز، شو معنى يعني شو ايش شو معنى كومبلكس عندك كانجينير؟ شو بتنظر لها الكومبلكس كانجينير يا شباب؟ الكومبلكس كانجينير عباره عن لا عباره عن اوسيليشن في الريسبونس. يعني تطلع على اي سيستم، تطلع على اي سيستم الريسبونس اوسيليشنز في يعني بمعنى الكلام الماثيماتيكال موديل للريسبونس اوف ذا سيستم في ساين وكوساين، يعني في اوسيليشنز. معناته يعني اوسيليشنز هاي تعني انه اذا بدك تحطه بالتايم بالاس دومين الايجن فالوز او البولز السيستم اللي هو عباره عن كومبلكس نمبرز. فالكومبلكس نمبرز انت كانجينير بتنظر لها والله السيستم في اوسيليشنز، يعني تطلع على اي سيستم في اوسيليشنز بتقول هذا لو الان بدي احطه بالاس دومين البولز له او الايجن فالوز راح يكون عباره عن كومبلكس نمبرز. اوكي فلاحظوا الان هي مثلا شو طلع عندي هنا البولز او روست السيستم -1 -1 +J2 -J2 -1 +J2. فالان احسن شيء هاي بقدر اعملها بالطريقه السابقه، بس بالطريقه السابقه بدي ارجع احول من بولر من ريكتانجولر فورم لبولر فورم، بصير دوشه كومبلكس نمبرز. فبجوز شفت افضل ما يمكن احطها بالفورم هذا شباب، هاي يعني S+1 + J2 S+1 - J2 اللي هي عبارة عن S تربيع زائد 2S + 5 وأحط هاي K1. شايفين هاي حطيت بالطريقة هاي، يعني هنا ده هنا second order، هون بحط first order. هاي درسته حب المدرسة حتى، هاي موجودة. هاي الآن partial fractional system إذا كان complex حطه بالفورم هذا ريح لك، وبالفورم الثالث ما في مشكلة بتقدر تحط فيه. الآن K1 على S+1 زائد K2S زائد K3 على كلياته على S تربيع زائد 2S + 1 اللي هي الروس تبعون هاي S تربيع زائد 2S + 5 الروس تبعونها اللي هم عبارة عن إيش؟ اللي هو عبارة عن -1 -1 -J -1 -2J -1 +2J complex root. فالK1 بجيتها بالطريقة السابقة شباب، هاي K1 F of S S plus 1 بتطلع equal to minus 1. اوكي هاي طلعنا خلصنا منها. الان to find k1 وk2 اعمل matching يا شباب، اضرب ضرب تبادل واعمل ساوي البسط بالبسط والمقام بالمقام، فبطلع عندي هيته لو ضربت k1 في s تربيع زائد 2s + 5 في s+1 في k2s في k3 شو هذا راح يكون يساوي كلياته يساوي 4s. مزبوط هيته هون يساوي 4s، البسط يساوي المقام يساوي المقام، خلصنا. فالان هاي صارت k1s في S تربيع زائد 2s + 5 في s + 1 في k2s + k3 هذا كله يساوي 4s. بعدين اعمل ماتشنج هاي k1s تربيع زائد 2k1s زائد 5k1 زائد k2s تربيع زائد k3s زائد k2s زائد k3 يساوي 4s. الكوفشنت الاس تربيع فيش اس تربيع هنا، اذا اس k1 زائد k2 equal to 0. مظبوط K1 زائد K2 equal to 0، K1 معروفة من هون -1 إذا K2 بتطلع equal to 1. أوكي الآن ماتش الأس هون الكوفشنت الأس قديش 4، إذا راح يكون 2K1 شايفين زائد K2 2K1 زائد K2 زائد K3 هاي الأس اللي هو 2K1 زائد K3 زائد K2 equal to 4. أوكي بعرف K1 وبعرف K2 وبعرف K3 K3 equal to 5. اوكي اخر شيء اللي هو 5k1 + k3 equal to 0، اذا k1 تطلع equal what k1 عفوا هاي 5k1 هاي وين هاي 5k1 زائد k3 equal what equal to 0. 5k1 زائد k3 equal to 0 هاي بتطلع كلام مظبوط. هون 5k1 الk1 -1 الk1 equal to -1 زائد 5 هاي زائد 5 k3 equal to 0 صح كذا. هاي ليش حاطه هنا؟ فيش داعي احط k1، K1 أصلاً equal to minus 1، K1 equal to minus 1 هاي هنا هاي يعني K1 equal to minus 1 هون ليش حطه؟ أوكي ما في داعي لها خلاص، هاي غلط لأن K1 هنا equal to minus 1 هنا غلطان فيها. الآن صار الـ F of S طلعوا عليه شباب، هاي طلعوا انتبهوا لي والله لأنه راح كثير هاي تمر معانا هاي مشان تقدروا تجدوا الـ F of S. أنا عادة بجيب السيستم ممكن أعطيك بالياه بالأس دومين وأقول لك كيف تجيبه بالتايم دومين، فطلعوا عليه هاي F of S بعد ما عملت partial fraction شو تساوي؟ -1 على S+1 زائد S+5 على S تربيع زائد 2S + 5 هاي مقدور عليها، هاي سهلة، هاي لابلاس انفرس تبعها ماينس E ماينس T، هاي لابلاس انفرس لـ
الترم الأول. الآن بدي الترم الثاني شباب، طلع عليه S plus 5 على S تربيع زائد 2S زائد 5. شوف كيف كتبته، minus 1 على S plus 1 زائد. الآن هاي عملت إكمال مربع، مظبوط، هاي عملت إكمال مربع، صارت S plus 1 تربيع زائد 4 شيكة، S تربيع زائد 2S زائد 5 عملت إكمال مربع اللي هو صارت S plus 1 تربيع زائد 4 ماشي. الS زائد 5 كتبتها على S plus 1، هون في عندي S plus 1 بدي أجيب بالبسط S plus 1، S plus 1 زائد 4، ما عملتش ولا إشي، الأمور عادية. الآن عملت الشفت تسعة شباب، S plus 1 بدي أخلص من ال 1، هاي الآن هاي لا بلاس إنفرس ده ماينس 1 على S plus 1 صارت هذا التيام. الآن بدي أعمل شفت لهاي، شايفين هاي S plus 1 أخذت الواحد صار E minus 1، استخدمت لا استخدمت البروبرتي يا شباب لا بلاس إنفرس F S plus ألفا يساوي E minus ألفا T لا بلاس إنفرس F of S، هاي بالفعل E minus هاي ألفا اللي هي واحد E minus ألفا T E minus صار لا بلاس إنفرس لمين S plus 4 على S تربيع plus 4. بديش أمشي لغير بعد ما تأكد كلياتكو هضمتوها، واضحي هون الشباب؟ هاي إذا كان عندك complex roots أفضل إشي نستخدم، أفضل إشي نستخدم العلاقة هاي، واضحي لكم يا جماعة يا شباب؟ واضحة دكتور؟ لا انا ما فهمت الشغله، هلا انت ليش عملت اي ماينس 1 على اس زائد 1 ماينس؟ هاي مو هي طلعت تايم هون معي مو كي هاي لانها سمبل روت يابا. لا لا انزل تحت دكتور الاخر على اليمين، اليمين كمان فوق. يمين يمين لتحت أيوة. دكتور هي تحت ايوه بالضبط على الشمال، ليش ضربتها بماينس 1 على اس زائد 1؟ لا ما ضربتهاش، مو عندي اس زائد 5 كتبت ال5 على أز... على شكل 1 زائد 4 مو في عندي أز... في عندي أز زائد 5 وانت عملت اكمال مربع سكت... مو اكمال مربع لتحت بدي الان طلع بكمال مربع ايش عندي اس بلس 1 تربيع زائد 4 الان بدي واحد فوق الخمسة كتبته على شكل ايش 1 زائد 4 مشان يصير في عندي بالبسط اس زائد 1 وبالمقام اس زائد 1 مشان اعمل شفت. تمام تمام فهمت علي يابا؟ وبسط الدكتور. طب دكتور كمان سؤال بس لما اطلع بس على الفقرة الثانية اللي هي بعد ما انت عملت وزعت الأقواس ايش ايش الخطوات اللي عملتها تحتها؟ ولا اشي، عملت كويت الكوفشنس، هون الاس تربيع موجودة لا، اذا الكوفشنس الاس تربيع زيرو، اذا معناته كي 1 زائد كي 2 ايكوال تو زيرو لانه اس تربيع مش موجودة. الاس الكوفشنس تبع حق اللي تساوي 4، شو الاس عندي؟ 2 كي 1 زائد ك زائد ك3 زائد ك2 يساوي 4. الان الكونستانت اللي هو عباره عن 5 ك1 زائد ك3 ايكوال وات ايكوال تو 0 يعني كيوت الكوفشنتس. تمام تمام بولونوميال هنا يعني هاي بقدر اكتبها على شكل 0 اس تربيع زائد 4 اس زائد 0 وبعدين كيوت الكوفشنت هاي باليمين وباليسار. تمام تمام فهمت. انت اخذت الاس تربيع لحال والاس لحال ايوه مو هاي بسموهم بلغه الاندبندنت فانكشنز يعني بتقدر تعمل لينير كومبينيشن من اس تعمل اس تربيع لينير كومبينيشن يعني تضيف لاس كونستانت او تضربها بكونستانت تطلع اس تربيع بتقدرش مزبوط ما بتقدر تجيبها فلذلك بسموه زي ما اخذتوا هاي اصلا الفورير الثيوري كلياتها قائم عليهم اوكي فهاي صارت عندي هنا هاي واضحه لكم يا اخوان الله يرضى عليكم يابا هاي الان هسه بقيم ال1 صار في 1 بالاس بلس 1 بالبسط واس بلس 1 بالمقام هاي طلعت تهيوتا شو صار اي ماينس تي لا بلس انفرس اس بلس 4 على اس تربيع زائد 4 هاي هيك شايفين ريحتني هاي هيك ريحتني صارت الان بعدها يا محمد والله نعم من دكتور ممكن سؤال؟ تفضل يابا. هلا دكتور البارشل فراكشن بقدر احلها عن طريق الفرض يعني ايش ما كان بالثلاث حالات سمبل او ريبيتد او كومبلكس بقدر احلها بطريقه الفرض؟ كيف يعني الفرض؟ قولي لي فهميني. مثلا انه افرض انها اس بتساوي واحد واصفر كل الحدود وابلش يعني بشيء شيء. لا لا ما بتقدري. لا لا ما بتقدري. لا ما في. الآن شوف طلع عندي يا شباب S plus 4 على S تربيع زائد 4 الآن هاي شو صارت؟ هاي عبارة عن لا بلاس إنفرس لأس على S تربيع زائد 4 زائد لا بلاس إنفرس على 4 على S تربيع زائد 4 فهي شو لا بلاس إنفرس لهاي اللي هي كوساين كوساين 2T وشو لا بلاس إنفرس لهاي اللي هي 2 ساين 2T فطلعت عندي لاحظوا الآن طلعت هاي الفنكشن
f of t يساوي minus e minus t e minus t cosine 2t زائد 2 sine 2t في u of t. بقدر أكتب هاي cosine plus sine with the same frequency، بقدر أكتبها يوتا بالطريقة هاي، هاي بالبولر فورم وغيره. شايفين؟ this is the f of t. فإذا كان عندك complex conjugate roots، complex conjugate roots ما في إمكانية، أو أفضل إشي إنك تحلها، لأنه بالأخير هاي راح يطلع عندي، راح نشوفها في ال في السيستم، في الكنترول سيستمز راح يكون معظم الكنترول سيستمز في إيش، فيها يوتا، في الفورم بالطريقة دام ساينسويدال، دام ساينسويدال في oscillations بعدين تنتهي oscillations، وفي عندي constant function. فلذلك هاي يعني الإكزامبل هاي، إذا حط لكم إكزامبل ثاني هنا هسا بنشوفه. هاي فهون مثلا اكزامبل اف اوف اس يساوي اس بلس 2 على اس تربيع زائد 6 اس زائد 13. الان هذا بدي احوله نفس الشيء، هذول اس تربيع زائد 6 اس زائد 13 كومبلكس روتس، له كومبلكس روتس ريال بارت ايمجينري بارت. فبقدر اكتب على اس شكل اس بلس 3 تربيع زائد 4، شايفين هيته على اس بلس 2. الان هون في عندي ثلاثة، بدي ثلاثة هون، شو كيف كتبتها؟ شايفين اس 2 كتبتها على شكل 3 ناقص 1، شايفين؟ مشان اجيب الثلاث اللي هون بالمقام. فبدي هاي اثنين بكتبها على شكل ثلاث از ناقص واحد. ماشي هاي صارت. اس بلس 3 ماينس 1 هي نفسها اس بلس 2 على اس بلس 3 تربيع زائد 4. الان هاي الثلاث توفرت عندي على طول بطلعها. صار في اس بلس 3 كلياته الاس شفت باي 3. فبطلع الثلاثه هاي طلعت اي ماينس 3 تي طلعت. شو صفى عندي في المقام؟ اس ماينس 1 على اس تربيع زائد 4. شايفين على اس تربيع زائد 4. فهي صارت سهله علي هسه. صار اس ماينس 1 على اس تربيع زائد 4 اللي هي عباره عن لابلاس انفرس اس على اس تربيع زائد 4 ناقص 1 على اس تربيع زائد 4، وهاي اللي هي عباره عن كوساين 2 تي، وهاي اللي هي عباره عن ماينس نص ساين 2 تي يو اف تي. شايفين اذا كان كومبلكس كونجوجيت هاي الطريقه اللي هي بتسهل عليك وبتريحك، بتريحك في التعامل، في التعامل مع السيستم، او حتى تحوله من ال حتى تحوله من ال من الاس دومين، لا حتى نحوله من الاس دومين للتايم دومين. اوكي يا شباب، حتى نحول من التايم دومين للاس دومين، فهي بتكون افضل، هاي بتكون افضل ما يمكن. طيب الان هسه صفى عندي ايش هسه في برضه درستوها بالسيركت، درستوها بالسيجنال الشباب، اللي هو الفاينل اند الانيشال فاليو ثيرمز، الفاينل اند الانيشال، الفاينل اند الانيشال فاليو ثيرمز، الفاينل والانيشال فاليو ثيرمز. الفاينل ثيرم، الفاينل ثيرم يا شباب والانيشال فاليو ثيرم، خلينا نشوف شو الفاينل ثيرم المقصود فيها، اللي هو أنا اللي بهمني يا شباب التايم، يعني بهمني بالكنترول سيستم بالأخير بهمني الستيدي ستيت، مزبوط؟ يعني الآن على سبيل المثال عندي بالتمبرتشر كنترول سيستم بدي درجة الحرارة النهائية تكون 24، فهاي هاي الفاينل ستيت. مثلا بالإليفيتر سيستم اللي هو عبارة عن بوزيشن كنترول سيستم بهمني بالأخير إني وصلني أقول له روح من الدور الأول للدور العاشر، وصلني للدور العاشر، هاي الستيدي ستيت فاليو، هاي بتهمني. الآن المرحلة قبل الستيدي ستيت اللي هي ترانزيانت، هاي مرحلة ترانزيت. فالآن الستيدي ستيت بهمني، بهمني أصل الستيدي ستيت والزيرو ستيدي ستيت ايرور، يعني بالتمبرشر كنترول سيستم بدي درجة حرارة البيلدينج هذا يكون 24، بدي اياها 24 100%، غير هيك معناته في عندي ايرور. طيب الآن كيف أجد الفاينل فاليو ثيرم؟ كيف أجد الفاينل فاليو ثيرم اللي هي الليمت للأف؟ نعم. الدكتور قصد الفاينل فاليو لما يكون تي جوز تو انفينيتي، يعني الليميت. ايوه اس تي جوز تو انفينيتي، اس تي جوز الانفينيتي بالنسبه لكم كانجينير عباره عن ايش يا شباب؟ الانفينيتي از انجينير للماثماتكس انفينيتي ايكوال تو انفينيتي تبعون الماثماتكس، بقول لك انفينيتي ايكوال تو، احنا كانجينير شو الانفينيتي عباره عن ايش؟ اخذتوها بالسيركت، شو الانفينيتي؟ انسبيسيفايد رينج اوف نمبرز. يعني شو شو الانفينيتي يا شباب؟ الانفينيتي بانتو كانجينير شو هو؟ كميه محدوده. بس شو بتعرفوها بمصطلح ثاني عرفتوها بالسيركت شو هو؟ 5 تاو. ايوه تايم كونستانت، التايم كونستانت للسيستم، التايم كونستانت للسيستم تقريبا يعني 5 تاو. عارف شو معنى ال 5 تاو؟ انك وصلت ل 99% من اللي بدك اياه. يعني درجه حراره 24 مثلا، درجه حراره بدك اياها او بدك تصل ل 100،
الآن 5 تاو وصلت ل 99% 99% of the desired temperature مثلاً. الآن في عندك الغير 5 تاو 4 تاو وصلت إيش 98% 98% ال 1 تاو 99% 1 تاو 3 تاو 5 تاو اللي هو وصلت أو 3 تاو وصلت ل 95% بتعرف بلغة مين بلغة التايم كونستانت المول إذا التايم كونستانت وبنجيها إن شاء الله الآن هاي كيف بدي أجد الآن الفاينل فاليو ثيرم إذا كنت بعرف السيستم أو الريسبونس بالأس دومين إذا بالتايم دومين على طول بالتايم دومين بقول والله خذ أس تي جوز تو إنفينيتي بخلص منها أما بالفريكونسي دومين أو بالأس دومين بشوف كيف شو هي بالأس دومين راح تكون الآن ليمت اللابلاس ترانسفورم لدي أف على دي تي قبل شوي أوجدناها اللي هي أس أف أوف أس ماينس أف أوف زيرو اللي هو يساوي الانتيجرال فروم زيرو to infinity d f of t differential لل f of t في e minus s of t. الآن بالله بدي أخذ الليمت يا شباب. هاي بدي أخذ الليمت الليمت as s goes to zero. الانتيجرال from zero to infinity d f of t e minus s of t. الآن لاحظوا ال s inside the integral differential the integral with respect to time. فلذلك ال s inside the integral is a constant. لذلك بقدر أعمل interchange بين الليمت operation والانتيجرال operation. فهاي بعمل الآن عملت interchange دخلت الليمت هاي بصير e to the power 0 equal to 1 فصفى عندي الانتيجرال from 0 to infinity d f of t يساوي الليمت as s goes to 0 s f of s minus f of 0 f of 0 constant ما لهاش علاقة بالاس الآن هاي أخذتها يا شباب عوضوا بصير f of infinity differential لل f of t الانتيجرال بصير f of t عوضوا t infinity f of infinity minus f of 0 يساوي الليمت S f of s minus f of 0 هاي ويساوي هون في f of 0 هون f of 0 فهاي ال f of t أو ال f of infinity أو ال steady state value يساوي limit as t goes to infinity بال s domain الشباب عبارة عن limit s f of s as s goes to 0 إذا كنت بعرف بديش أغلب حالي أجده بال time domain إذا كنت بعرفه خلاص اضرب s في f of s و take the limit as s goes to 0 بتطلع مين؟ بتطلع f of infinity أو ال steady state value لل f of t لأنه أنا غايتي مش أنا صحيح حطيت حالي بالاس دومين بس أنا إيش نظري على مين؟ نظري على ال response بالtime domain الريال ريسبونس بالتايم دومين فلذلك هو أنا مثلا هاي معطيكم example بقولكم إذا كان ال f of s يساوي 1 على s plus 1 الآن find limit f of t as t goes to infinity f of s الآن ممكن واحد يقول طيب هاي يوتيوب ممكن أعمل partial fraction أجد f of t هذا ال f of t الآن خذ as limit as t goes to infinity 1 e minus infinity 0 بصير 1 بالفعل هاي صحيحة الآن لو أخذت من هون طبقت الثيرم هاي limit as f of s حط s of s وهاي طب ضربنا ب s وفي f of s طلع 1 هاي تساوي هاي فالامور مضبوطه بالفعل الستيدي ستيت فاليو هو شو بيطلع ال f of t هي تو اي ماينس تي بيبدا من الزيرو بينتهي ب اس تي جوز تو انفينيتي بينتهي ب 1 فهي ذس از دي في ستيدي ستيت فاليو لهذا الفانكشن ذير از ستيدي ستيت فاليو الان خلينا نشوف هاي فيها محاذير ولا فيهاش محاذير هاي ال طلعوا عليها الآن لو أخذت هاي الفانكشن لو أخذنا الفانكشن هاي الآن إذا كان لما f of s يساوي s في s minus 1 عملت partial fraction لها الشباب طلع عندي partial fraction minus 1 على s plus 1 على s minus 1 ف f of t راح يكون minus 1 plus e to the power t u of t الكلام اللي حاطه هون مضبوط الشباب هذا limit as f of t as t goes to infinity equal to infinity ولا equal to minus 1 شو رأيكم؟ صحيح كلامي ولا مش صحيح؟ ها شباب؟ مين بيجاوبني؟ بدي غسان، غسان العلبي. غسان جاوبني غسان. نعم دكتور. تفضل يا غسان، شو رأيك؟ هذا كلامي مضبوط يابا هنا؟ مش كثير فاهم دكتور والله المحاضرة، صراحة. يعني مو هاي درستوه بالسيجنال هاي دراسة سابقة بعد ما بديناش بالكنترول الصح الكنترول الصح بعد ما بديناش فيه لأن هل هذا كلامي هذا بعدين هاي كالكولس هذا كالكولس الشباب كالكولس يعني الفيرست كالكولس حتى إذا بتكونش يقولوا عنه توجيه حتى الـ f of t equal minus 1 plus e to the power t u of t الليمت as f of t as t goes to infinity هل يساوي infinity ولا يساوي minus 1 مين بقول الصحيح infinity دكتور
يساوي مش ما... مين شو اسمك انت؟ انا ماجد كمال 49. 49 ليش انفينيتي يا ماجد؟ عشان اي قوتي انفينيتي ايوه تساوي انفينيتي زائد ماينس 1 ما حتاثرش هاي حتصير تساوي انفينيتي يساوي انفينيتي. طيب الان لو طبقنا شباب الثيرم السابقه الفاينل فاليو ثيرم شو بيطلع؟ ماينس 1. لاحظوا اختلفت الامور، ايوها الصح الانفينيتي ولا الماينس 1؟ مين هي الصح يا شباب؟ دكتور مش لازم الماينس 1 الدومين لانه اي قوه انفينيتي راح تصير صفر. نعم اي قوه انفينيتي تميل للصفر هذا تصغر لانه الاي نورس الاي شو هي الاي كنمبر شو كم يساوي؟ كنمبر الاي قديش تساوي؟ 2.7 مضبوط. هاي فاي شيء اذا طالما تو ذا باور انفينيتي كرره اضرب 2 ضرب 0.7 ضرب 2 ضرب عدد لا نهائي من المرات كذا شو يساوي انفينيتي. هذا كلامك مضبوط لو كانت الاي ليس ذان 1، لو كانت الاي ليس ذان 1 صحيح، اما بما انه الاي جريتر ذان 1 از ا نمبر فلذلك الاي تو ذا باور انفينيتي ايكوال وات ايكوال تو انفينيتي. فالان لو سالتكم سؤال وين هو الستيد ستيت ايوه الصح أنا بدور على الليمت اف اوف تي ايكوال الليمت از اف اوف تي اس تي جوست انفينيتي، هل هو يساوي انفينيتي ولا يساوي ماينس 1؟ ايوها الصحيحه دكتور ممكن يكون مالوش ستيد ستيت. لا ايوها الصحيحه الليمت اوف اف اوف تي هل يساوي ماينس 1؟ ماينس 1 انفينيتي يساوي انفينيتي مو هي تطالع مباشره اف اوف تي بعرفه. اذا لاحظوا معناته الفاينل فاليو ثيرم مرات ما بتعطيك الامور صحيحه. هاي اعطتنا هاي يعني هاي اعطتنا مسليدنج هنا. هاي هي بتقول لي عنها الفاينل فاليو ثيرم شو كانت تقول لي؟ تقول لي انه الليمت اس از اس جوز تو زيرو اس اف اوف اس يساوي الليمت اف اوف تي اس تي جوز تو انفينيتي. بس لا والله طلعت الامور مش مضبوطه، معناته هاي بدي اطبقها بحذر الفاينل فاليو ثيرم ما بتطبق على اي فانكشن. اذا الليمت اوف اف اوف تي اذا ما في ستيد ستيت فاليو زي ما قال زميلكم، ما في ستيد ستيت فاليو، ما في هذا الطالع فانكشن طالع. يعني تخيلوه عباره عن ايش؟ عباره عن تمبرتشر كنترول سيستم بدي درجه حراره تصير 24 بس ظل الطالع 24 28 30 40 ولعت الدنيا خلاص مش راح يضل فيه مش راح يكون في ستيد ستيت فاليو. اذا هذا السيستم اذا هاي الاف اوف اس هاز نو ستيد ستيت فاليو، ما في ستيد ستيت فاليو. نعم يعني دكتور بهاي الحاله اللي خلانا ما نطلع الستيد ستيت بس مجرد انه ماينس 1 لانه لو 1 بيكون في ستيد ستيت صح؟ لا 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 مش شرط. لا لا يابا لازم يتساوون هذول مع بعض شايف هاي يعني اذا بكون بحسب حسب نجي بنعطي الجنرال فورم كيف انت مجرد ما تطلع الفانكشن تقول والله له ستيد ستيت او ما لهوش ستيد ستيت. بس الان هاي الصحيحه لانه هاي الفانكشن اف اف تي فهي الصحيحة بالفعل limit f of t as t goes to infinity equal to infinity لا تساوي minus 1. This means that f of t does not have finite steady state. f of t has a finite steady state if and only if طلعوا عليها. إذا كان إذا ال f of t إذا بال f of s بديش أطلع على f of t بديش أغلب حالي وجد لابلاس انفرس. ال f of s أو ال f of t has a steady state value if and only if all roots ها all roots of S f of s have negative real parts. كل الروس للاف للاس f of s لهم negative real parts. لا لو أخذنا هذا هاي f1 هاي شو الاس f of s شو الروس تبعونه؟ واحد اللي هو minus 1 minus 1 less than 0 صحيح. لو أخذنا هذا f2 هاي شو الاس f of s شو الروس تبعونه؟ واللي هو تبعونه واحد والواحد greater than 0 لذلك ما في steady state value. لذلك f1 F1 عفوا F1 have steady state value وال F2 does not have هون هاي عكسون هاي F1 له steady state value هيوته شايفين وال F2 does not have steady state value. اوكي الان معناته اذا بدي اطلع عليه بديش اغلب حالي اجد لابلاس انفرس بالتايم دومين زي هون بتطلع على الروتس للفانكشن. اذا كان S of F F of S كل روتس له الريال بارتس لهم less than zero معناته there is a steady state value. إذا كان at least واحد له steady state value greater than zero معناته ما في عند steady state value أوكي وهي تقريبا معظمها يعني الفانكشن اللي بقوم عليها الكنترول فيما بعد اللي هو مسميه الاستابيليتي هاي الاستابيليتي شايف. يعني الآن هسه زي كورونا يا شباب كورونا شو اللي مخوف العالم منه؟
شو المخوف العالم منه؟ انه في ستيدي ستيت فاليو، في شو ستيدي ستيت انكريزنج، يعني واحد بيعدي بيعدي 10 يا اخذتوها بجزء بيطلع اكسبوننشال والديكينج ريت فيري 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 هاي له. هاي اللي مخوف الناس منه. يعني الان مثلا على مستوى امبارح بالاردن، امبارح ولا اول امبارح كان 280 دخلوا المستشفى و80 خرجوا، طلعوا قديش معناته زياده كانت عبء على المستشفيات 200. لو كل يوم تتكرر، اليوم التقرير تبع اليوم المستشفيات الخاصه تقريبا وصلت لمستوى 95% الاشغال فيها. فهي خطورته، خطورته انه اذا اصاب ناس بدهم ايش، لازم يدخلوا مستشفى تعمل له عنايه حثيثه. فهي مشكلته. يعني لو بدي احكي عنه الريسبونس باوندد ولا انباوندد، انباوندد في امراض خطيره اخطر منه، بس هذيك ستيبل ما في. يعني انسان مثلا مصاب لا سمح الله بمرض معين غير مؤدي بيضل لحاله، لو الناس تفاعلت معه وخلطته ما فيش منه مشكله. اما هذا لا، في منه مشكله، بجيب واحد اثنين، والمشكله انه في ناس بيحتاجوا دخول مستشفى. فشوفوا الان، خذوا هاي مثلا شباب، هذا المثال هاي اللي هنا. الان شو كان امتى بكون في ستيدي ستيت؟ اذا كانت كل الروس، كل الروس الاف اوف اس، الاس اف اوف اس لهم ايش، ريال بارت ليس ذان زيرو. شو الروس للاس اف اوف اس الشباب هنا؟ واحد على اس تربيع زائد 4. الروس اللي هي صفر بلس ماينس جي 2، الروس كم تساوي؟ زيرو. هو كان ليس ذان زيرو، اذا ما في ستيدي ستيت فاليو لهذا الفانكشن. اذا ما في ستيدي ستيت فاليو لهذا الفانكشن، اوكي، لازم كل الروتس تكون لها ريال بارت لاس اف اوف اس، كل الروتس تبعون لاس اف اوف اس لهم ريال بارت ليس ذان زيرو. ايكوال تو زيرو مش مسموح فيها، ايكوال تو زيرو مش مسموح فيها. شوفوا مثل الفانكشن هذا شباب، هاي اف اوف تي داز نوت هاف ستيدي ستيت فاليو. ليش؟ لانه اس اف اوف اس هاي اس اف اوف اس، شايفين اس اف اوف اس سيته اللي هو عباره عن 2 اس على اس تربيع زائد. شو الروتس تبعونه؟ زيرو بلس ماينس جي 2، هاي زيرو. الريال بارت لازم تكون ليس ذان زيرو، اوكي، الريال بارت لازم تكون عباره ليس ذان زيرو، فلذلك ما في ستيدي ستيت فاليو، ما في ستيدي ستيت فاليو لها الفانكشن. مين بيعطيني الان؟ لو اعطيتكم هاي، لو هاي في بجوز فيما بعد حاطني اكزامبلز، ما بعرفش اذا حاطي اكزامبلز ولا لا فيها الان. حتى يكون في ستيدي ستيت فاليو لازم كل الروس الاف اوف اس ايش، ولا الاس اف اوف اس يكون لهم ريال بارت، يكون لهم ريال بارت ليس ذان، يكون لهم ريال بارت ليس ذان زيرو، اوكي. فهذا ما في، شايفين هيوته اللي هو ريال بارت ايش يساوي هيوته، هاي الروس له اللي هو زيرو بلس ماينس جي 2، فلذلك بالتالي مش راح يكون في عندي ستيدي ستيت فاليو، ما في ستيدي ستيت. وتلاحظوا هذا ايش، هذا شو الاف اوف تي ساين، الساين في ستيدي ستيت فاليو يا شباب له؟ ها في ستيدي ستيت فاليو ساين؟ لا ما في، بضل في ظل في اوسيليشن فور ايفر، هاي بضل في اوسيليشنز فور ايفر، ما في ستيدي ستيت فاليو، ما في ستيدي ستيت فاليو. هاي الاف اوف تي يعني حتى يكون هاي، لاحظوا ساين ويف بضل يعمل اوسيليشنز اب تو انفينيتي، فذلك ما في ستيدي ستيت فاليو. بالاس دومين واضحه ايوته، شايفين هاي الروتس للاف اوف اس ايش لهم؟ اللي هو زيرو بلس ماينس جي 2، اللي هو حتى يكون في ستيدي ستيت فاليو لابد يكون ايش عندي؟ يكون عندي انه ريال بارت ليس ذان زيرو فور اول اس اف اوف اس. طيب في عندي الان في شيء ثاني اللي هو الانيشال فاليو ثيرم، فمعناته امتى تطبق الشباب الفاينل فاليو ثيرم؟ امتى تطبق الفاينل فاليو ثيرم؟ الفاينل فاليو ثيرم بقصد فيها الستيدي ستيت فاليو، امتى في ستيدي ستيت فاليو لاي فانكشن؟ اذا كان اول روتس اوف اس اوف اس اس اف اوف اس لهم ريال بارت ليس ذان، لهم ريال بارت ليس ذان زيرو، غير هيك ما بكون في عندي ستيدي ستيت فاليو. طيب في عندنا هون الانيشال فاليو ثيرم يا شباب، الانيشال فاليو ثيرم، فالانيشال فاليو ثيرم زي ما انتم شايفين هون هيوته، بدور على اف اوف زيرو، هاي هون هاي نفس الكلام السابق، الان بدل ما اخذ الليمت از اس جوست تو زيرو باخذ الليمت از اس جوست تو انفينيتي، هاي الانتجرال فروم زيرو تو انفينيتي دي اف اوف تي، حطوا اس ايكوال تو اي ماينس انفينيتي، والتي من زيرو لانفينيتي بصيرها زيرو، فبصير الفاينل فاليو ثيرم يساوي ايش؟ الاف اوف زيرو يساوي الليمت اس goes to infinity s f of s، شايفين هيته s f of s. بس بدي اشوف هاي معاكم يا شباب هنا، اذا الفاينل فاليو ثيرم او الانيشال فاليو ثيرم سهله، يعني كيف اذا يعني معنى الكلام الفاينل فاليو ثيرم بدي اعرف بالنتيجه النهائيه شو بصير راح ستيدي ستيت فاليو، والانيشال فاليو ثيرم قديش من وين بدينا، من وين بدنا نبدا.
فهاي الاف اوف زيرو شباب اللي هي ليميت از اس جوز تو انفينيتي اس اف اوف اس، برضو هاي درستوها بالسيجنال، هاي درسناها بالسيجنال اوكي، يساوي هاي اف اوف زيرو يساوي ليميت، هاي بتقدر اذا كان كونتينوس فانكشن بقدر احط الليميت اوزعها على تو فانكشنز، يساوي الليميت of s as s goes to infinity multiplied by the limit f of s as s goes to infinity. الآن الليمت الأولى يا شباب شو هاي تساوي؟ limit of s as s goes to infinity شو تساوي؟ infinity multiplied by limit f of s with s equal to infinity. طيب إذا كانت ال f of zero finite، طيب وهاي infinity ضرب إيش راح يكون؟ شو رأيكم؟ شو لازم تكون limit of f of s as s goes to infinity؟ شو راح لازم تكون يا شباب؟ مين بجاوبني؟ لو سألت مثلا طالب عز الدين شعبان معاذ رائد عبد الله، معاذ طيب، بشير الحلبي، بشير مش موجودين، بثينة الغانم، بثينة، حسن الصمادي، قاسم علاونة، قاسم دكتور هذول مش معنا بالشعبة، مش عندنا، نعم مش عندنا بالشعبة هذول الطلاب، مش عندنا بالشعبة. طيب ماشي، لو سألت أوكي هون خليني بدي أسأل من هنا، لو سألت بدي أسأل بشارة مش موجود؟ طيب. نعم دكتور موجود. آه يا بشارة شو رأيك؟ طلع عليها هي اف اوف زيرو فاينايت يا بشارة، اعتبروا 1 2 3 فاينايت. الان لو هاي جزئتها يا بشارة، شايف يابا صارت ليميت از اس اس جوست انفينيتي ملتيبلايد باي ذا ليميت اوف اف اوف اس از اس جوست انفينيتي، الليميت الاولى بتطلع انفينيتي والليميت الثاني شو بتطلع؟ طيب شو لازم تكون الليميت الثانيه يا شباب؟ هاي بصير انفينيتي ضرب وهاي فاينايت. دكتور فاينايت نمبر، نعم راح تكون انفينيتي ضرب فاينايت نمبر، انفينيتي بتطلع بالاخير، انفينيتي ضرب انفينيتي ضرب انفينيتي يساوي يساوي فاينايت. كيف تعلمتوها بالماثماتكس يا شباب؟ لا انفينيتي ضرب انفينيتي بتطلع فاينايت، يعني انفينيتي ضرب انفينيتي بيطلع يكون يساوي 1 أو 2، لا بتطلع انفينيتي او غير معرف. مو هاي، لا مو بقول لك انا معطيك الاف اوف زيرو بقول لك فاينايت، الاف اوف زيرو اعتبرها ايكوال تو 1، كيف 1 تساوي انفينيتي ضرب ايش؟ شو لازم يكون ليميت اوف اف اس 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 كوست زيرو تو انفينيتي؟ كم لازم يكون تساوي شباب؟ زيرو. ليش زيرو؟ لانه انفينيتي ضرب زيرو شو بكون؟ انفينيتي ضرب زيرو شو سميتوه بالماثماتكس شباب؟ انديتيرمنت. انديتيرمنت شو معنى انديتيرمنت يا شباب؟ انه بعدك مش واصل للنتيجه. الان هاي انفينيتي ضرب زيرو بعدين بدك ترتبها على شكل زيرو على زيرو او انفينيتي على انفينيتي، وبعدين بتطلع معاك يساوي فاينايت. اذا لازم هذا يساوي ايش؟ يساوي زيرو. اذا كان هذا فاينايت يا شباب لازم هذا يساوي زيرو. اوكي لازم هذا يساوي زيرو اذا كان فاينايت. اوكي لازم هذا يساوي زيرو اذا كان فاينايت، لازم هذا يساوي زيرو. فشوفوا الان هاي هون هاي خلصت، اروح للي بعده. حيث شايفين S F of limit F of S as S goes to infinity must equal، الآن بالتالي F of S as S goes to infinity must be zero to get indeterminate form. شايفين هاي F of zero إذا كان تاي finite، هاي infinity هاي لازم تكون ساوي zero، بعدين هاي بتترتب على طريقة infinity على infinity أو zero على zero زي ما كنتوا ترتبوها بالكالكولا، كالكولاس 2 كانها مرت معكم، يساوي هاي فالليمت if the limit of f of s equal to zero if the degree of n of s، إذا كان هاي ال f of s يساوي n of s على d of s، فالlimit as s goes to infinity لازم يكون ال degree of n of s أقل من ال degree of d of s. where هاي الكلام معناته شو؟ هاي راح يكون يعني درجة البسط أقل من درجة المقام، لذلك كل الفانكشنز الآن الساين والكوساين والإكسبوننشال والتانش والكوش والسنش كلياتهم شباب لو بتحطوها بالأس دومين بيطلع درجة البسط أقل من درجة المقام، درجة البسط أقل من درجة المقام، لذلك الليمت
as s goes to s, s goes to infinity equal what equal to zero. فلذلك limit f of t يساوي هذا finite initial value if and only if هاي طلعوا هاي بس فقط هاي الآن f limit f of t هاي لا يساوي هذا finite initial value initial value finite if and only if هاي الكونديشن وحيد إنه يكون limit of f of s as s goes to infinity equal what equal to zero. حبيت أحط لكم هون بس أذكركم باللي هو بتر رول هاي هاي limit f of s f of x على g of x equal to zero over zero على infinity over infinity. فيساوي بشتق مشتقة البسط على مشتقة المقام. الindeterminate forms هيو تشباب zero في infinity indeterminate zero to the power zero indeterminate infinity to the power zero indeterminate one to the power infinity indeterminate وinfinity minus infinity indeterminate وzero على zero indeterminate وinfinity على infinity indeterminate. وهذول كلياتهم حتى تحلها بالأخير شوفهم شوف لازم تجيبهم على الشكل زيرو على زيرو أو إنفينيتي على إنفينيتي. هيك تعلمتوا بالماثماتكس الشباب لازم الشكل تجيبه على شكل زيرو على زيرو أو إنفينيتي أوفر إنفينيتي. الـ 1 to the power إنفينيتي مش مقصود فيها يا شباب الـ 1 يعني أضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 بضل 1 أما هي الواحد اللي جاي من وين اللي جاي من الليمت يعني مقصود فيها مثلا 0.99999 something like this أضربها أضربها مع بعضها بتطلع بالفعل بتطلع إنفينيتي مش واحد يعني إشي قريب من الواحد إما 1.0001 هاي to the power infinity equal what equal to infinity أو أقل من واحد. أوكي اللي أخذتوها بال 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 بالمات بس كلها هي واحد جاي من الليمت مش واحد مية مش واحد مية بالمية. أوكي فهاي الآن determinant اللي شفنا الفاينل فاليو ثيرم والإنيشال الإنيشال فاليو ثيرم. أشوف شو اللي الآن موجود عندي هنا. هاي الشباب هون مثلا هاي بالله هاي كثير مهمة عندي هاي الأمور يعني الآن بدي مش من خلال هاي لو شفتوها الآن find find لو قلت لكم مثلا find the general form الشباب هاي الجنرال فورم لمين هاي الإكزامبل f of s يساوي خلص الوقت. طيب الشباب نكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى ماشي المرة الجاية بكمل بمكمل معكم يا ريت لأنه هاي تعتبر مراجعة أشوف كلياتكم تكون مسيطرين عليها لأنه فيما بعد كل الأمور راح تكون الماثماتيك تصير بالطريقة هاي وأشوفكم إن شاء الله بنلتقي يوم الأربعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرضى عليك دكتور. الله يرضى عليك يا أبو مع السلامة في أمان الله. مع السلامة في أمان الله.